قاعدة، إذا كان العددين إحنا بدنا نأخذ إشي اسمه مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها. مقارنة مين أكبر؟ هذا درس مش جديد عليكم، هذا درس مش جديد عليكم، أنتم بتعرفوه سابقا، اللي هي إنه إحنا في الكسور العشرية بنوحد، عفوا الكسور العادية بنوحد المقامات، في الكسور العشرية بنقارنهم كما نقارن الأعداد الصحيحة. إذا إحنا في المقارنة بالنسبة إن هذا يعتبر درس ليس جديد علينا، كويس؟ لكن بدنا نأخذ بعض القواعد اللي تلخص لنا الموضوع ونقدر نقارن أحيانا شفويا. مثلا شوف، إذا كان العددين مختلفين في الإشارة يكون العدد الموجب أكبر من العدد السالب. يعني أنا لما أجي أرتب هذولا 3/5 وسالب 2/7 وصفر، مو صفر كأنه على واحد، القاعدة اللي بمشي فيها هذا موجب وهذا سالب وهذا صفر. الصفر ليس موجب ولا سالب، الموجب أكبر من أي صفر، الموجب أكبر من الصفر والسالب أقل من الصفر والموجب أكبر من السالب. إذن في هذه الحالة راح يكون الترتيب التنازلي تاعي بشكل التالي: 3/5 هو أكبر عدد، بعدين بيجي الصفر، بعدين بيجي سالب 2/7 بدون لا توحيد مقامات ولا أي شيء آخر. ننتقل على مثال ثاني، رتب الكسور التالي. أول شيء حدد الإشارات، هذا موجب، هذا صفر، هذا سالب. إذن الترتيب التصاعدي راح يكون من الأصغر إلى الأكبر، إذن سالب 2/3 راح يكون هو العدد اللي راح يجيب الأول، بعدين الصفر، بعدين 1/2. إذن متى بنعمل توحيد مقامات؟ إذا كان عددين موجبين أو العددين سالبين. أما إذا موجب سالب، لا، الموجب أكبر من السالب. يلا ضع إشارة أكبر أو أصغر أو يساوي في المربع بحيث العبارة صحيحة. 3/7 و2/5 هنا ورطنا. يعني لو في واحد سالب كان سهل أجاوب، هي 3/7 و2/5. إذا لابد أني أجيب إيش المقام مشترك، أخليهم مقامهم مشترك. توحيد مقامات، توحيد المقامات، أسهل طريقة توحيد المقامات أني أضرب الكسر الأول في مقام الثاني، يعني هون أضرب في 5 وهون أضرب في 5، وأضرب الكسر الثاني في مقام الأول، يعني هون أضرب في 7 وهون أضرب في 7. الآن إيش بتصير معاي المسألة؟ بتصير بالشكل التالي: 15/35 وهذا عبارة عن 10/35. الآن صار سهل المقارنة، 15/35 أكبر من 10/35، إذن 3/7 أكبر من 2/5. هذا كلام مش جديد عليكم، يعني سهل جدا تسووا. يلا 2/6 و3/12 ممكن أعمل نفس الطريقة، لكن أنا ممكن قبل ما أسوي هيك، 2/6 أصلا لما تحل يعني تختصرها تطلع 1/3. هنا 2 تقسيم 2 فيها 1، 6 تقسيم 2 فيها 3. يلا 3/12 خلينا بالله نجرب، نقسم على 3 فيها 1، على 3 فيها 4 صارت 1/4. المقامات اختلفت، إذا نوحد مقامات. طب بعد بقولي طب ليش ما وحد مقامات على الأولانيات؟ نعم بصير، لكن إذا اختصرت بسهل عليك عملية الحساب. يلا إيش رأيكم نعمل نفس الطريقة الماضية قبل شوي، نضرب هون في 4 ونضرب هون في 4. إيش معنى 4؟ اللي هي مقام الكسر الثاني. هون راح نضرب في 3 وهون راح نضرب في 3. إذا هاي صارت 4/12 وهي صارت عبارة عن 3/12. مين أكبر؟ 4/12 أكبر من 3/12. إذا 2/6 أكبر من 3/12. طب واحد بيقول لي طب إيش رأيك إني أنا أسويها من أول هيك بدون ما اختصر؟ آه طبعا بصير. في هاي الحالة أنت شو مضطر تسوي؟ مضطر تضرب هنا في 12 وهنا في 12 وهون تضرب في 6 وهون تضرب في 6. أو إذا بدك تقول، إذا كانك أنت شاطر وبتعرف المضاعف المشترك الأصغر، ليش ما أخلي إني أقول إني أخلي الستة هاي تصير 12، فبضرب هون باثنين وهنا باثنين، فبصير هاي 4/12 وهي بصير 3/12. إذن 4/12 أكبر من 3/12. المهم إنك تعمل توحيد مقامات لأنهم العددين متشابهين بالإشارة. يلا نفس الطريقة: 6/13 و7/15. يلا نفس الأسلوب، هنا مضطر أضرب البسط الأول في 15 وهم في 15 وهم بدي أضرب في 13 وهم بدي أضرب في 13. أنا هون صراحة مش راح أضيع وقت على عملية الحساب، فراح أجيب الكالكوليتر تساعدني شوي في عمليات الضرب، اللي هي 15 في 6
15 ضرب 6 بطلع عندي 90. إذن هاي عبارة عن 90 على منا 13 في 15، ما هي مرة واحدة راح تنضرب 13 في 15. 13 ضرب 15 راح يطلع معاه 195. ها 195 الحين 7 في 13، بس تذكير عشان الضرب اليدوي، 7 في 3 21، 7 في 1 7 و2 9. إذا جواب 91 على 195. في هذه الحالة راح يكون 91 على 195 أكبر من 90 على 195. طيب يا جماعة بدي أعطيكم نفس السؤال بس نلعب فيه حركة صغيرة، ظلكوا حافظين الأعداد، ظلكوا حافظين الأعداد. المقام كان 195 كويس. افرض حطيتكم هاي سالب، حطيتكم هاي سالب، يعني صار الجواب قارن بين سالب 13 على 6 وسالب 7 على 15. عفوا أنا خربطت، 6 على 13. مين أكبر؟ لما نحط سوالب هسه ايش مين اللي اكبر؟ راح نعمل نفس الطريقه، نفس الطريقه، بس ضلكم متذكرين انه سالب 4 اكبر من سالب 5. احنا كنا الاعداد الصحيحه السالبه العدد اللي مطلقه اكبر هو الصغير، بيكون لانه بيكون على شمال الصفر، اكثر ابعد عن الصفر، كل ما كان العدد ابعد عن الصفر بصير اصغر. هذه الفكره اللي احنا نمشي عليها. لذلك احنا لو قلنا شيء لما سويناها ضربنا في 15 كانت هاي 90 على 195 سالب، وهون كانت سالب 91 على 195. إذا مين أكبر، السالب 90 على 195 ولا السالب 91 على 195؟ لا، السالب 90 على 195 أكبر. إذا لاحظوا هنا انقلبت الإشارة، صارت أكبر لما حطيناهم الثنتين سالب، انتغير الحساب كاملا. طيب ننتقل على نقطة ثانية.